اسهل كان انك اسهل كنت انك تقنع فايبا ولا انك تقنع هذا برميلي وبحري رحالي؟ هذا برميلي وبحري رحالي قالوا لك شكون معنا؟ لا قلت لك معناها الاسهل هما كانوا اكثر من اني انا نقنع فايبا واللي هي حاجه ذي ما فهمتش معناتها فايبا اصعب 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 برشا معناتها اقناع فايبا بشي مثل اصعب برشا اصعب برشا فايبا يقول لك اندر جراوند نعمل في الموسيقى تعرف ناس موقفها من التلفزه معناها وموقفها من الكوميرسيال ومن هذا الكل وانا جاي من انا الحاجه اللي شفعت لي ولا خليت فايبا غير يكونوا معايا اولا العمر ثانيا اللي انا جاي من نفس البيئه اي معناها انا ولد اندر جراوند على باز معناها انا ولد الدب ولد فني رغمان عني ولد ستريت شنو هي الجمله اللي قلتها له فايبا باش اقنعته؟ حاجه نتاعنا كيفنا تشبهلنا حاجه نتاعنا كيفنا وتشبهلنا وجينيريك كان مخرج بالنسبه لي هو يعني فسر علاش تورط هي اون فيت هي لا مش تحكي على قيس فايبا هي تحكي على سليم اللي مشى باش ياخذ كاميرا ومن بعد يقى روحه تورط في حكايه كبيره هي نفس ورطة فايبا زاده اي العمل اي سبيريت نجم تكون هي نفس ورطة فايبا لا ما تورطش قيس معناها قعد في ستيلو تبارك الله عليه معاك لا حتى ما نساوش قيس زاده ارتيست وهز الخدمه بالقدا وهو محمد علي سويسي بالحق تونسي محمد علي 18 تو تقول له سويسي ريتو انت مره سميتك اسمي حمادي حمادي وانا نعرف طول عمري والله عندي مشكله كبيره مع الاسامي ومع الارقام به ونعتذر محمد علي التونسي اشترط البطوله ولا لا؟ لا اما هو معايا في الحوار قال لي يزيني هو ما اشترش البطوله هي كان حكايه زاده محمد علي كيفاش جات البروبوزيسيون محمد علي انا صدمته بالبطوله عن فات معناها قلت صدمته بالبطوله كلمته محمد علي حاجتي بيك واللي احنا اصدقاء نتقابلوا ديما في العاده اما عمري ما وصلت كلمته بنبره ايجار راني حاجتي بيك معناها جاي قعد معي في القهوه فما هكا كان شويه روماتيزي معناها حمدي عيط لي هكا ما درش فما معناها يقول لك هي مشكله يا حكايه دونك كلمتين الوالا قلت له تاخذ بطوله سنه سكت دونك كانت له الصدمه هذيك قعد شويه من بعد فسرت له شنو هي الحكايه تخاف من الاول من البطوله اما من بعد عندي وسائل نتاع اقناع اللي شارجيته بهم